ازيكم يا شباب؟ دلوقتي انا في اليوم الثاني، هطلع من دريسدن. المفروض هاخد قطر نص ساعة اوصل لمحطة قطر التانية، بعد كده هناخد معدية نعدي بيها الإلبة النهر، نوصل لمنطقة الناشونال بارك اللي هي ساكسون جفايس، مشهورة جدا في منطقة هنا دريسدن، نص ساعة من دريسدن. خليكم معايا، حاجة مناظر طبيعية ومنطقة مشهورة جدا، مزار مشهور جدا في دريسدن. يلا هنروح لساكسون جفايس، خليكم منتظرين ويلا بينا كلنا على ساكسون جفايس. احنا وصلنا اهو المحطة الرئيسية بتاعت القطر. يا شباب، معلومة على السريع كده، المكان اللي احنا رايحه النهارده دوت هو اسمه ساكسون جفايس. طيب هو الاسم الصحيح اسمها زكسيجاسفايس، اسمها رخم شوية، زكسيجاسفايس بالالماني او ساكسون سويسرلاند. فهي مش سويسرلاند ولا حاجة، هي مش سويسرلاند اللي هو سويسرا، لا هي في شرق المانيا هنا في ولاية ساكسوني. فالاسم الصحيح بتاعها زكسيجاسفايس. انا بقولها كلمة من هنا على كلمة من هنا، واحدة من الالماني وواحدة بالانجليزي، يبقى ساكسون فايس. بس يعني لو عملت عليها سيرش هتلاقيها هتطلع لك. الفكرة ان هي في شرق المانيا مش في سويسرا، دي بس معلومة كده السريعة. ده المنظر من تحت، لسه واصلين، لسه هنطلع فوق في حتة مش باينة، ممر جميل جدا هنطلع له. احنا هنا يا جماعة دخلنا عند المدخل اهو، احنا كنا جايين بالقطر من هنا، هناخد المعدية ونعدي كده وكان نوصل هنا في الحتة دي، هي دي المدخل او البداية بتاعت الساكسون جفايس. وبعد كده هي كل المنطقة دي ناشونال بارك، اسمها محطة كروتراتن. داخلين دلوقتي على نهر الإلبة اهو عشان ناخد، يعني داخلين دلوقتي على نهر الإلبة عشان ناخد المعدية ونعدي الناحية التانية. دلوقتي العبارة جاية علينا عشان تاخدنا من الناحية دي للناحية التانية. دلوقتي بدينا نعدي اهو بالعبارة، هنروح لحد الحتة اللي هناك ديت، طبعا بطيئة زي السلحفة بس يعني شغالة. عديت يا معلم اهو، العب بقى، هنبدا الايه الاكسبيديشن او زي ما نقول كده الاستكشاف، نبدا التسلق اديله. هنا مفترق طرق، او احنا او انا هخش شمال اهو الحته اللي هي بتاعت الباستاي اللي هي التسلق لحد الفوق، في اماكن كتيره هنمشي ونطلع نخش شمال. طبعا يا جماعه زي حالاتي بقاله كتير بسبب كورونا ملعبش رياضه، هيتفشخ في الطلعة ديت، تسلق محترم يعني، وده يقول لنا ايه احنا لازم نرجع نلعب رياضة تاني. طبعا الواحد عمال ينهج ولسه مشوار طويل. انا فاكر زمان في دهب في سانت كاترين كان واحد بيعملها تمام زي الفل بدون اي مشاكل، كورونا جابت اجلنا، لازم نرجع تاني للسباحة، مفيش حل تاني. يا شباب، اي حد بطل رياضة بسبب ان كانت صالات الجيم مقفولة زي عندنا كده وفي كل حته في العالم، او حتى حمامات السباحه، وبطلنا الرياضه عامه غصب عننا فتره الكورونا دي، هيرجع تاني عشان ما يحصلكش اللي بيحصل لي ده، وتحس انك طالع زي راجل عجوز. نعم انا عشان كنت بلعب رياضه ف
فقدر اكمل. اللي ما بيلعبش رياضه خالص ده هيتفشخ. اللي كان بيلعب رياضه زيي وبطل سنه بس عشان ما كانتش الحاجات فاتحه، عادي الكلام هيمشي. رياضه مهمه. هنا في منتصف الطريق لسه طالعين، لسه النهر حتى مش باين، ونكمل. هنا في المنتصف اهو، منتصف الطلعه. انا وصلت للقمه اهو، ده راجل بيتسلق هنا، محترفين بقى وشغل محترفين. هي دي القمه هنا، ممر الضيق دوت ما بين الاشجار كده. هوريكم برضو الدايره الناحيه التانيه. ده المنظر من فوق. هنا على القمة في ناس هناك على الناحية التانية. ده كان زي فورتريس أثناء الحرب وكده، حد يعني كان بيقف هنا بيقنص، فسايبينه يعني الحب. لو حابب تزوره تقدر تروح. في حد هنا مطير درون، الدرون انتوا سامعين صوته بس هو مش باين طبعا. اهو قدامنا اهو درون. هنكمل مشي بقى لحد فوق هنا، في منطقة برضه مطاعم وكده، نشرب حاجة لأن الواحد الصراحة عطشان جدا. أخيرا في حاجة نقدر ناكل فيها أو أشرب فيها حاجة، مطعم على الهضبة، شكله حاجة مفتخرة يعني. ما نشوف. أنا حاليا طلعت على السطح يا جماعة ومريح شوية، هناخد فيه حاجة. هنا الأوتيل المطعم اللي قصادنا ده اسمه سيلف بيدينونج او سيلف سيرفيس، بتاخد انت عايز تشربه. وبعد كده هطلع فوق، هنا في قاعده فوق هوريها لكم، مطلع على الفيو كله، على الفيو كله يعني. فتبقى قاعده جميله، رايح شويه اشرب حاجه ساعه، تروق عنا كده ونريح حبه ونبدا بعد كده نكمل. لسه مش عارف ان دي كلها بدايه كله، ولا تقول كده المدخل بتاع الساكسون فايس بس. لسه في تكمله، يا اما هكتفي بده وهنزل يا هكمل حسب الوقت اللي معايا، لسه دي بدايتها بس يعني. فهنشوف الدنيا هتمشي ازاي ونشوف هنكمل الداي هيمشي ازاي. يلا هجيب الحاجات اشربها واطلع اوريكم الفيو من فوق. انا هقعد بقى القعده دي، ابص على المنظر ده من هنا من فوق خالص. ونقعد. ازيكم يا شباب؟ دلوقتي انا نازل اهو في رحلة النزول. انا الصراحة انصح اي حد عايش هنا في المنطقة ناحية الشرق او حتى في المانيا او في اي حتة، منطقة جميلة جدا ساكسون فايس ديت، ومنطقة كبيرة جدا. النهاردة بس خدت الجزء الاولاني. في ناس بتيجي هنا بتعمل كامبينج في الكيفز، وفي برضه اوتيل اللي ما بحبش يعمل كامبينج. يعني المنطقة كبيرة جدا وناشونال بارك كبيرة جدا، عشان تغطيها محتاج يعني كذا يوم. فانا عملت الجزء الاولاني، دلوقتي رحلة النزول. فانصح بيها اي حد حابب يتفسح، ومش غالية يعني. انت من هلا او من لايبزيج بتاخدها بالقطر، ولو عايز تاخد بالاي اي سي الاي سي اي اللي هو السريع هتدفع كتير، تدفع لك 20 يورو بس. في حاجة تانية اسمها الساكسون تيكت ديت، بدل ما تاخد المشوار ساعة ونص تاخد 3 ساعات بس، رخيصة وتمشيك كمان المواصلات اللي جوه ساكسون يعني، اللي هي الولاية كلها. فبس فانصحها ريكومندد يعني.
انبسطت جدا. طبعا لازم يكون الجو حلو لان هي منطقه ناشونال بارك، لو مطر وكده هيطلع عينك طبعا. ف بس يعني انصح بيها بجد. دي ليك صغيره او بحيره صغيره اسمها امزلزي. بدايه الامزلزي هي بدات من هناك خالص، مش باينه دلوقتي، مكمله ومكمله لحد هناك، هي حوالي 500 متر. عندي يعني ليك او بحيره صغنطوطه خالص، يعني صغيره خالص بس لطيفه بين الفورست كده والخضار. دلوقتي انا نازل يا جماعه، انا خلاص نزلت تحت خالص، اخر المطاف خالص نزلت تحت. بس ده كان الفيديو بتاع النهارده في زاكسون شفايس في ولايه زاكسون. اتمنى تكونوا انبسطتوا من الفيديو وشفتوا المنطقه الطبيعيه ديت، ونشوفكم الفيديو الجاي في قناه عياش في المانيا.